السلام عليكم البنات، كيفكم دايرين؟ ان شاء الله كتكونوا بخير وعلى خير. صحه رمضانكم، رمضان غدوة ان شاء الله. رمضان هو انا اللي نحضر فيه شويه الصفره. شريت اللوز، ها هو شريت البطل تاع اللوز 100 ميل، ها هو 100 ميل يدير 200 ميل كيلو. شريت غير البطل وطحنتها هو نصف، حتى زعما البطل بصح فيه بزاف، غادي يخدم لي كونتيتي مليحه لشبح الصفره. المهم غادي نحضر شبح الصفره هنا اللي نطحن في اللوز، ومن بعد ان شاء الله نديرهم مع الوصفه. راهي في قناتي بصح معليش بارطاجي معكم شويه، اي خليكم معايا تنسوش خلو لي لايك. وصحه رمضانكم، كل عام وانتم بخير. هنا شوفوا عبرت بهذا الكاس، هذا هو هذا تاع ليموناد. درت واحده، جاتني واحده ربع كيسان، ربع كيسان معمرين. وهنا غادي نزيد هذا الكاس تاع السكر، كاس الا ربع تاع السكر. يعني رطل قطع ليه كميه لاباس ليها، شوف مليحه. غادي تقطع لي شحال من حبه ليسونسي، غادي نخلطهم كاع في رحباب مليح مليح بيدي كيما هكا. ندخل هذاك السكر في اللوز، ندخله مليح مليح، ومن بعد نلم بالصفار البيض. ونقول لكم شحال قطع لي، نقول لكم رطل تاع اللوز شحال تجيكم من بيضه غير صفار. هنا كي دخلت داك السكر مليح مليح في اللوز، غادي نزيد عليه مغرف كبيره تاع مازهر. غادي نستعمل هذا ريحته قاطعه وشابه. غادي نستعمل غير مغرف كبيره، ونزيد نلم شويه كيما هكا بليدي نلم، ومن بعد نبدا نلم فيه بصفار البيض. انا هنا ما نجبتش نوري لكم كاع الخطوات، خاطرش راني بليدي كاميري. راكم تعرفوا نلموا مليح مليح بصفار البيض، والوصفه راهي في قناتي، انا غير قلت نشاركها معكم. ها هي العجينه اللي لميتها، شوفوا شوفوا حتى اللي يبدا هكا تحسوا بلي هذاك بدات تعسلت. شوفوا كي تعسلت، يعني ضربتها مليح مليح هكا بليديه ولميتها مليح حتى اللي خرج هذاك الحسل تاعها وليدان. المهم انا ممكن غادي نخليها ساعتين ولا ثلاثه، وممكن نخليها حتى الغدوه على اساس نذكر لكم خبر باش نقليها، خاطرش العجينه تبغي ترتاح يا ساعتين ونص يا ثلاثه سوايع يا حتى الغدوه. غادي نشوف على حساب الوقت اللي عندي. هنا هذاك البياض، البيض ها هو ما خليته باش نقلي بيه. هنا البنات ها هو شيت فراس ثاني، لقيته فين من القابسه، قابسه كانت معمره غير انا قلحت منها، كان نص خصل تاعها هو يكثر. وهذا انا غادي ندسته في الفريكو ونخدم به سيرو في رمضان ولا حاجه، وهذاك النص الاخر راني غادي نخدم به صوص تاع الفراس. هنا شوفوا قطعت الفراس ها وقطعته كيما هكا، ودت له واحد شويه تاع ما واحد ربع مغارف كبار تاع ما، درت له السكر والماء وخلطتهم مليح. دروك غادي نحطها فوق الكاس، نقص له ونخليه كما نعرفوا الفريز يطلق بزاف الماء تاعها. غادي نخليه هكا كي يولي لي صوص شابه عاقده نطفي عليه. لي صوص كما راكم تشوفوا قلت لكم كاع ما ندير والو في دار رمضان. كلاني قلبي كلاني قلبي، خاطرش راني موالفه. تخيلوا 6 سنين غير انا اللي نطيب، انا اللي نوجد، انا اللي ندير كلش، ما نجبتش نقعد في بلاصه، كل خطره تبان لي حاجه نروح نديرها. ليسونسيال البنات اي حاجه نديرها ان شاء الله نبارطاجيها معكم، وغادي نوري لكم الاعشاب تاع مغنيه لي زيبيس البنات، ماشي اعشاب لي زيبيس، توابل اللي شيناهم من مغنيه. وغادي نوري لكم كاش شينا، ونوري لكم راس الحانوت، وماي غادي تخدم قدامكم راس الحانوت يجي ما شاء الله، ونبارطاجيه معكم حبيباتي. وهنا بغيت نبارطاجي معكم مشتريات تاع رمضان، مشتريات خفيفه. هاي تخمل فيهم، هاذي نخملو هنا كاع الصوالح شريناهم، ومن بعد نزيدو نشرو الديول. ها هو غادي نستعملو هاد الديول، هذا هاي بان كبير وشباب، باغي تستعملو، باغي تستعملو هذا، هاي بان شوية قاصح، مكانش فريجيدار، مدخلوش فريجيدار لا. الزيتون، البرقوق، ها هو الزبيب. نهار الاول كما قلت لكم نديرو الزيتون ونديرو البرقوق. قهوه اروما مليحه، هذه اروما مليحه، بقى لها هي اللي راكي طيبي منها. سكر، حمص، حمص ثاني نفخي. هادو هما التوابل تاع مغنية، دوك نوريهم لكم، صبروا كمل منا.
وثاني غادي نخملوا اللحم في بلاصته. هذه كفته، شويه كفته، هذا براي صح. ها هو اللحم. هذا شحال من كيلو؟ هذه واحد 3 كيلو تاع اللحم. هاهي هذا اللحم بويا دار عليه لاشان باش جابه من عند واحد البوشي، هاو كنا سيتاكد على البوشي ما يشتدي غير اللي كان ليسونسيال. هذا اللحم غادي يطرف ويندس، وثاني ما ننسوش الزبده. هذه كريمه شريتها شابه بزاف، كريمه بصح هي فرماج، جاي كل قشطه بنينه بنينه. البنات اللي بغاو يشروها كي ياكلوها مع سلطه ولا يزينوا بها ولا دوك شي حاجه، ها هي. ايوا التوابل تاع مغنيه غادي نخلوهم، غادي نكملوا مع هاد الصوالح ونوري لكم التوابل تاع مغنيه غادي تخدميهم راه سبحانك. هذه خليتها من بعد نورو، دروك نكملوا نقطعوا دوك الصوالح قطعيهم. هيا البنات واش خلوا لي لايك. هنا اللحم ها هو غادي نقطعوه طراف طراف. المهم شينا هاد 3 كيلو من بعد ثاني نزيدو. هي موالف كل عام هنا يذبحوا، يذبحوا خروف. هذا العام ما ذبحوش بسبب التيلي خيروا التيلي على الخروف. التيلي راه كي يعني البري تاعه كيف كيما الخروف. 7 ملايين هذوك تاع الويفي انترنت. فلهذا خيروا قالك تيلي قالك خروف معليش. مع كل شيء انسان هذاك اللي ما يقضيش صوالحها بكري ويخلي كل شيء يتراكم عليه، هذه هي حالته. لكل شيء ينقضى في الوقت. ايوا معليش الحمد لله فيها البركه. 3 كيلو فيها البركه وناكل. وانا نقول لكم الصح، انا في رمضان كما شفتوني ندير الدجاج اكثر من اللحم تاع الغنمي. اللحم تاع الغنمي نبغي غير في شوربه ولا هكا في كشطاجين، خطرات نبغي الدجاج على اللحم تاع خروف. بصح هو في الشوربه يجي بنين. في الزيتون طاجين الزيتون، طاجين الزيتون غير ديريها برا شابه. ننصحكم اللحم ما تغسلوش، دير البكتيري. لا ما ينغسلش اللحم عمره ما ينغسل ويدخل في الفريجيدار، يدخل كيما راه. كي ينقلع ينغسل، حنا نغسلوه طاف اللي بغينا نديروه نغسلوه ونغلوه بالملح واحد 5 دقائق ومن بعد عاد نطيبو به. نغليه انا ثاني نغليه. سواء الدجاج ولا هذي على الغنمي ما تغسلوش. ما ينغسلش، انا ثاني ما نغسلش. واحدة خطا سقست فيسبوك فيديو يومين قالت لهم شريت الدجاج وبغيت نغسله وندسه، اسكو نغسله ولا لا؟ اللحم عمره ما ينغسل، كي ينغسل يدير بكتيريا. تما في الزيتون نديرو اللحم تاع غنمي. انا في الحق نبغي الدجاج في الزيتون، اللحم تاع غنمي ثاني تشبع. دوك ندير الا درت لهم انا الفطور مانيش عارفه، راهم يقارعوا لي شبح الصفره بالك نقليهم اليوم. المهم البنات غادي نكملوا تقطع قاعد اللحم وديرها في البرايس وندسوه ونكمل معاكم هكا كاش لقطات ولا كاش صوالح. ونكمل هذيك لاصوص تاع الفراز راهي طيب، راني خالتها طيب على غطها. هاهي وهذه هي، ما تنسوش تخلوا لي لايك البنات. هنا ها هما حليناهم، شوفوا الريحه غير سكتوا يتعطس، ما نحكي لكمش على الريحه. على ما ريحه رمضان هذا، وراني نحس بريحه رمضان. الريحه تاع رمضان تجي في التوابل، ما تجي في حتى حاجه واحده اخرى. هنا نحضروا في راس الحانوت. شوفوا هنا دارت مغرف كركم، دارت مغرف زنجبيل، ودارت هنا مغرف تاع فلفله حمراء. مهم التوابل كاع غادي ديرهم، ها هما يتخلطوا من تحت للفوق. ايش انا بكري ندير لها حكايه. صافي بنات راس الحانوت على حقه كيما تاع زمان، كنا نشمو الحريره نشموها من برا. زعفران نسينا درنا النهارة زعفران ورا. صح زعفران تاع قابسة نسينا. واش قابسة كبيرة؟ بصح هذا وينه زعفران؟ وينه هذيك الصافية الصغيرة تاع الكل؟
ها هو الزعفران تاع بكري، هذا نسينا ما درناش. ديري غير وحده، دير وحده هذا تاع بكري قلت لك تاع بكري. والله تاع بكري ديشا غادي نجيبو غير وحده نديرو صفرها. هلا هيشا راني عاقله عليه شويه. هلا شوفوا لا كولور كي داير. هذيك شويه اخرى هذاك صفرها، هذا بزاف. شوفوا البنات علامه، هذا انا ثاني وقلا نشري ندي معايا. هادو مغنية كاين بصح مغنية، المهم كش حاجة نوصو ولا نخطرو لها. شتي كيف خلط خلطيش بالنور ايش او بالخف تخلط تنشم وتن. ريحة كي دايرة، ريحة شا نحكي لكم. حنا نهار الاول تاع رمضان نديرو الحريرة. ها هو اللحم طيب، شوف دارنا واحد القصعة تاع اللحم. وين غادي تدخلوه؟ في الفريجيدير. هنا في الفريجيدير هلا تم بعدا واحد تم بعدا في الفريق. وهي الصوص تاعي خليتها طابت ومن بعد طحنتها غير شويه بالميكسور، ما بغيتش نطحن هكا. خليت هذا الضره غادي نخليها تزيد تعقد شويه ونطفي عليها، وكي تبرد نديرها في قابصه تاع الزيت وندخلها في الفريجيدير. انا نبغي لي كريم ديسير اللي فيهم الفريز يجوني بنان، سيتو كي تكون شويه حموضه ماكلش كلشي الحلاوه. ديسير الحلو بزاف ما يعجبنيش، يعجب لي يكون فيه شويه حموضه ولا شويه يعني صامت وقت البنات على الفرماج. صافي درتهم بيتهم ليله كامله، ما درتهمش يعني ما خليتهمش التسويه خاطرش ما كانش قصني الوقت. بيتهم ليله كامله واليوم راني ندير فيهم. هادو هما الطوابع اللي شريتهم جدد تاع الشباح الصغار، خضاتات بالطوابع صغار ماشي كيما مي كثريها ندير بالكبار. وها هما اللي درت هنا واحد شوف الطابع كي جا شباب يلو داير حاله. هذا ثاني جا شباب، وهذا تاع الوردة الصغيرة هذا في الحق تاع بقلاوة. هنا هادو درتهم في البيض، ها هما خليتهم هنايا وراني دايرة المقلاة تاعي تحما. كون شت لصق هادي ثقيلة ودوك ندير لها الزيت، صحيح مات ندير لها الزيت. أيا ونبدا نقلي فيهم، نقلي بالحبات خاطش المقلاة راهي صغيرة شوية. وهنا راني نقلي فيهم، شوفو راني قليت هادو هاهوما كداو لي هاد اللون. هيا قلحتهم بالخص يعني مخليتهمش يطولو بزاف، النار ما تكونش قاويه بزاف بزاف وما تكونش كاع مهوده، تكون هذيك هي. المهم راني ندير ونقلع بالخف، جاب ربي راني نسلك. والمقله ما شاء الله ساعدتني، واللوز تاني من كاع بيض شوفوا لا كولور كي دات لون ذهبي شي كيما انا لهيها ملي كنت نطيبهم يجوني حمرين بزاف، خاطر هذوك انا كنت كنت نقلع الجلفه تاع اللوز ومنها خطاش تبقى لي ديك الجلفه شويه ضيع لي لا كولور. المهم غادي نكملهم ان شاء الله ونوريهم. المهم مسحتهم كاع من هذاك البيض اللي كان فيهم، مسحتهم بالبابي وعاود درت لهم البيض بياض البيض وعاود ثاني نقلي فيهم دوزيام فوا. هاهم صاي هذه خطا التاليه. والنهار الاول انا اللي راني ندير الفطور، قلت لهم انا اللي ندير لكم الفطور. انا اللي نوجد في الكفته تاع البوراك، غادي ندير حتى البوراك وهنا صايبه تشبح الفطره. ها هما مع داك مع الطبق غادي نديرهم 11 دقائق ولا 15 دقيقة ونطق. أيوا الحريرة تاعي راه هنايا طيب، وديت وين راه في هاديك الخضرة تاع كشي راه مطورة هنا. هي ولا مستوين ندير درت في الريشو تاني راني نطيب في البيطراف والفروضية. هادي هي البنات الحريرة، ها هي الحريرة تاع الغرب. شوفو كي تجي نقدمها لكم. هي انا في لافان زدت لها فارينه، مورف تاع فارينه خلطتها بشويه ماء هي وخليتها تغلي. تغلي هكا زدت خطره في الثلاثه وطفوا عليها. هنا درت لها راس الحانوت سي بون شاف، غادي نطفي عليها صاي. والطاجي حلو تاعي طاب، قالي غير الزيتون اللي درت بتيفو خليه يطيب على غطاه، وقالي البوراك ان شاء الله تكون نقليه كي قرب ياذن. واو الفطور البنات صاي سي بون راه اذان، وانا حطيت لهم الفطور. داك الزيتون جا روعه روعه، وديك الحريره جات ما شاء الله. الحريره تاعنا تاع الغرب تجي رائعه، والسلطه وشبح الصفراء بالبرقوق والزبيب جاو رائعين، والبوراك المهم كلشي جا بنين كلشي جا رائع.
والحياه مع العائله، يعني هذيك تكوني مع العائله تزيد الحياه النغمه بزاف شابه، وتسمعي الاذان وتسمعي ساي سي بون كالم لا سيتي راهي كالم السوق اللي مجيتنا كالم. مهم غادي ناكلو شويه حليله ونروحو نصلو، وهنايا انا غادي نتبعو دقيوس ومقيوس. فرحت كي شفت دقيوس ومقيوس، تحيه التيلين خاطش حنا غادي عندنا نتفرجو في الميكرو في الانترنت. المهم حبيباتي نفطر ونولي معكم، خليكم معايا وما تروحوش لبعيد. هنايا راني مجمعه، اللي كلا كلا اللي شرب شرب واللي راح يصلي التراويح. المهم انا راني هنايا، خواتاتي راهم غادي كل وحده راهي تقرا في القران، وحده تقرا في القران وحده تتفرج، وانا جيت هنايا برد جنوني في ذي الحلويات. توحشت. شوفوا انا ما نبغي لا شاميه لا زلابيه، لو ماشي ما نبغي مش نبغيهم بصح انا دائما نفضل عليهم السيجار. يهبلني السيجار انا، ومي كنت اللي هي المشكله تاعي ما عنديش هذاك اللي يخرجوا به السيجار. هذيك خطا وريتها لكم، راني شريته وصلتها مع راجلي. شوفوا يهبلني انا السيجار، نبغيه بزاف بزاف، احسن نبغيه احسن من الشاميه واحسن من الزلابيه واحسن من اي حاجه كانت. كاين هو وكاين داك اللي يجيك القريوش، يجي خاوي من الداخل، يجي علامه، يعجبني ثاني. مهم هنايا راه كاين قهوه، كاين اتاي، كاين هذا الديسير. الديسير انا كيما درت فطور كان قالوا لي ما ديريناش هذا اللي درته خطا اللي فاتت، عاودته عاودت غير كميه قليله. الفلون قالوا لي ما ديريناش، كان ما يبغاش فلون اسانسيال حتى الغدوه، يشوفوك كش ما يديروا ديسير واحد اخر. هيا شوفوا حيا غير مع الفانوس. المهم البنات صحه فطوركم وصحة صيامكم، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم. أيوة نتمنى إن شاء الله الفيديو يكون نال إعجابكم، ما تنسوش خلوا لي لايك، خلوا لي كومنتير تاعكم، وبارطاجوا الفيديو مع أحبابكم مع أصدقائكم، وانتظروني في فيديو جاي إن شاء الله. أنا ماذا بيا نبارطاجي معكم أي حاجة نديرها هنا في دارنا، غادي نبروفيتي قد ما نقدر مادامني هنا، نبارطاجي معكم أي حاجة إن شاء الله، ونشوف غدوة نشوف اللي راهي غادي طيب غادي نكمل لها فطورها. ممكن خاطش على حسب الحاله. الا كنت عايه ولا كنت مليحه. المهم البنات ان شاء الله يا ربي يكون فيديونا اعجبكم، تنسوش خلوا لي لايك، ونتمنى لكم سهره طيبه وصيام مقبول، ونتمنى لكم ان شاء الله افطار جميل ورائع وبنين. ونقول لكم مع السلامه حبيباتي.